وإذا ما بدأت معك هذه الحلقة أيضا سيد ياسر من التطورات الميدانية على الخريطة، نشرح تفاصيل تطورات هذه المعركة اليوم. الجانب الأوكراني والجانب الروسي حتى يركزان العمليات العسكرية على الشرق أوكرانيا. أهمية شرق أوكرانيا في الآونة الأخيرة هي مهمة جدا للطرفين، الطرف الأوكراني والروسي. لكن لو بدأنا من الشمال في الخريطة الآن، نرجو عرض هذه الخريطة معنا إذا من الزملاء على الهواء مباشرة لنشرح تفاصيل العمليات. نبدأ من الشمال. تصريحات الجانب الروسي تقول الانسحاب من خاركيف، عفوا الانسحاب من كييف وتشيرنهيف جاء كمبادرة حسنية من الجانب الروسي. ماذا جرى في الشمال سيد ياسر؟ تفضل. يعني بتصوري هذه التصريحات فقط لمجرد حفظ ماء الوجه. حقيقة فعلا اندحرت القوات الروسية من محيط كييف في المناطق التي كانت متمركزة في غرب كييف وفي شرق كييف، اندحرت واتجهت باتجاه الحدود البيلاروسية، والسبب أنها لم تعد تستطيع أن تقوم بواجباتها العسكرية، سيما وأن هناك أثبتت فشل ذريع للقوات الروسية في هذه المعركة. أتكلم عن فشل في الإمداد، أتكلم عن فشل في التقدم، وأتكلم أيضا عن فشل في الروح القتالية وفي اللوجستي في المعركة. لذلك أنا بتصوري أصبحت المناطق الشمالية شبه آمنة على المستوى الأحداث العسكرية البرية، ولكن هذه المناطق لا تزال تعاني من قصف من البوارج البحرية المتواجدة في البحر الأسود أو بالصواريخ الباليستية من الحدود الروسية باتجاه هذه المنطقة، فقط لمجرد العقاب الجماعي وسياسة الأرض المحروقة، وليس من أجل أن يكون هناك عمل ميداني حقيقي. إذن العمل العسكري في الشمال الآن هو مجرد انتقام وردة فعل أكثر منه هي عمليات عسكرية. أيضا في تشيرنهيف الأمر نفسه، في كييف، في خاركيف أنا بتصوري الآن يتم عملية عسكرية حقيقية من جانب الروسي من أجل أن يكون هناك تقدم يعني للسيطرة على مدينة مهمة في أوكرانيا. حتى هذه اللحظة لم تستطع القوات الروسية أن تسيطر ولا على أي مدينة هامة في هذه المنطقة، اللهم في أنها تحاصر مدينة ماريوبول ودخلت إلى عمق مدينة ماريوبول، ولكن حتى هذه اللحظة لم تسيطر عليها. أيضا هي موجودة في منطقة خيرسون، ولكن خيرسون تعتبر مدينة صغيرة. إذن التحضيرات الحقيقية الروسية الآن هي في مناطق الروسية الجنوبية أو شرق أوكرانيا، في مناطق المجاورة لخاركيف. هناك خطوط إمداد عسكرية تتحضر لعملية عسكرية في خاركيف، ولكن أنا ظني أن العملية العسكرية في خاركيف ليس الغاية منها السيطرة على هذه المدينة، سيما وأن كانت هناك محاولة سابقة وخسارات كبيرة جدا بالجيش والعتاد والجنود. أنا بتصوري الآن الغاية منها هي حصار لوهانسك. يريد الجانب الروسي فعلا أن يسيطر على إقليمي لوهانسك ودونيسك بشكل كامل، وهذا الأمر يحتاج إلى قطع خطوط الإمداد من عمق أوكرانيا إلى هاتين المنطقتين، وبالتالي معركة خاركيف هي من أجل حصار لوهانسك. هذا بتصوري. أيضا بالنسبة لدونيسك هناك عمليات عسكرية لا تزال في هذه المنطقة وفي منطقة لوهانسك، ولكن هذه المناطق يعني دونيسك على وجه التحديد المعركة المهمة هي في ماريوبول. حقيقة حتى محيط ماريوبول أصبح في بعض منه يعني ضعيفا من الجانب الروسي. بدأت القوات الأوكرانية تتقدم إلى ماريوبول من أجل كسر الحصار على ماريوبول، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت أطول. ولكن تعتبر يعتبر الدولة الأوكرانية والسياسيون في أوكرانيا وزيلينسكي على وجه التحديد يعتبر معركة ماريوبول هي معركة مصيرية، كونها بسيطرة الروس على ماريوبول تكون سيطرة روسيا على الجانب الغربي لبحر أزوف، وبالتالي تستطيع روسيا أن تعلن بحر أزوف بأنه سيد ياسر معركة.